جئنا إليك أبونا السماوي عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. نسكب قلوبنا قدام الرب يسوع المسيح، قول يا رب الليلة المس قلبي يا رب، المس قلبي يا رب. لو في حد بيشاهد معانا وبيصلي معانا، قول يا رب المس قلبي يا رب. انت اللي بتغير يا رب، انت اللي بتغير. صلي قول له غيرني يا رب، غيرني. حتى لو مؤمن خليني اخد خطوه معاك لقدام يا رب. استمتع بحضورك النهاردة يا رب، مش عايز أكون بسمع بس، لكن أشوفك أتلمس معاك واستمتع بيك. ما أحلى حضورك يا ربي، ما أبهى جمالك يا يسوع. ما أحلى حضورك يا ربي، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أعبدك، أرفع سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. أعبدك، أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق. Let's go.
كنت طلبتي اني اسكن في بيتك, ان يكون لي بيني وبينك علاقه, اشيل كل طلبات في حياتي وطموح. حياتي مليانه طلبات يا رب, حياتي مليانه اعواز, لكن عايز ارمي اعوازي وطلباتي وتبقى طلبتي الوحيده واحده سالت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. خلينا واحنا واقفين كده نصحح طلباتنا قدام الرب, قول له سامحني على كل مرة جيت لك جري علشان اطلب حاجات تاني غيرك, جيت لك بلهفة عشان عندي احتياجات تاني غيرك, لكن النهاردة محتاجك وحدك يا رب, مشتاق ليك وحدك يا رب, مشتاق ليك وحدك يا رب. تعالوا كمان نرنم الكلمات دي واحنا بنقول يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فانهضني, مشتاق لعملك فيا, محتاج للمسة أوي. العجيب ألهب قلبي بحبك العجيب, ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي. بحبك العجيب يا رب, بحبك العجيب صليها معانا. تعالى 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 براش في كل عظامي, روحك يملأ كل كياني, تعالى وبدل كل أحزان, انهدني يا يسوع انهدني.
يلا شعب الرب صرخها معانا مشتاق مشتاق لعملك يا مشتاق لمسك يا مشتاق لعملك يا مشتاق لمسك يا مشتاق يا يسوع نشكرك لأنك وسطينا الليلة يا رب بكل قوتك وإمكانياتك سلطانك صرخنا ليك يا رب وبنصرخ وما زلنا نصرخ مشتاق لعملك فيا يا رب محتاج للمسة قوية يا رب مش محتاجين ولا عندنا أي طلبات تاني غير حضورك في حياتنا يا رب غير وجودك اللي بيفرح وينور ويملى الحياة فرح حقيقي يا رب ما تحرمناش أبدا من وجودك وحضورك ولمساتك ونور وجهك يا رب نورك نرى نورا يا رب أنت الوحيد اللي قلت كده أنا هو نور العالم نورنا النهاردة يا رب نورك املى بيوتنا بنورك املى كل اللي بيسمعونا الليلة وعندهم أشواق ليك يتملوا بنورك وبحضورك وبشخصك وبكلماتك وبجمالك الليلة يا رب رنم فينا في كل ترنيمة جاية ولك كل المجد أمين تفضل إسرائيل كم واحد رنم معانا بس من قلبه كده مشتاق لعملك فيه كم واحد عنده أشواق أمين أمين في يوم من الأيام اللي ابن الضال لما رجع لأبوه قال له أنا ما استاهلش أكون حتى واحد من اللي شغالين عندك اجعلني كأحد وزرائك أبوه عمل إيه قال له أنت مش عبد أنت إيه ابن وقع عليه وقبله وخده في البيت وذبح له العجل المثمن زي ما بيقول الكتاب عشان كده كل واحد محتاج للرب وعنده أشواق للرب ومنكسر قدام الرب الرب هيصنع معاه أمور عظيمة حد يقول أمين الترنيمة اللي جاية بتقول كده بتقول أنا جاي لك قلبي ذليل عني أحمالي أنا بجي لك تعبان بس أنت بتريح بجي لك في ضعف بس أنت بترفعني أنا ضامن فيك أحلامي يا محلي كل حد بيحل الأيام غيره يا جماعة ما فيش صدود تعالوا رن مع بعض الكلمات أنا جاي لك قلبي ذليل عني أحمالي بتشيل وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتجليل أنا جاي لك أنا جاي لك قلبي ذليل عني أحمالي بتشيل وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتجليل قولها بالإيمان أنا ضامن أنا ضامن فيك أحلامي يا محلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي بنور قلبي أنا ضامن فيك أحلامي يا محلي كل أيامي وعظمك حبك ما يغيب عن بترد كل ضياع وبتشبيع اللي جاع حضنك واسع بيساع ويقول للحزن وداع بترد كل ضياع شكرا وبتشبيع
حضنه واسع صدقني حضنك واسع بيسع ويقول للحزن ودا صليها معانا الكلمات دي. دخلني العمق معاك اتمتع برؤياك اتملى عيوني بهاك لحد ما الآن. دخلني العمق معاك اتمتع مستني مستني وياك زمان يطرح
شايلك فين؟ طبعا كلنا عارفين الآية المشهورة اللي بتقول يا ابني أعطني قلبك. يعني الرب يسوع لما كلنا عارفين الصورة اللي فيها الرب يسوع واقف على باب بيعمل ايه؟ بيخبط، ده كأنه باب القلب وعايز يعمل ايه؟ يدخل. انا متأكد ان في ناس وسطينا فتحت للرب يسوع، بس في ناس لسه ايه؟ الباب مسكر والرب عمال يعمل ايه؟ يخبط. المرنم هنا قال له مكانك فين؟ في قلبي يا احلى اب. مكان الرب يسوع مش في الصور اللي بنعلقها في البيت، لا صدقني، لكن مكانه فين؟ مع ان ده رائع ان احنا نحط صور الرب يسوع، لكن مكانه الحقيقي فين؟ في القلب. تعالوا نرنم الكلمات دي البسيطة، بتقول يسوع بيخبط على قلبك، يمكن بموقف، بمعاملة، بأمر معين بيخبط عليك عشان تعمل ايه؟ تفتح. اتمنى تستجيب لصوت الرب. حد يقول امين؟ امين. تريمة سهلة، ممكن ترنموا معانا فيها من اول مرة. يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له انا بحبك، حل بروحك فيا شدلك وانسى بعدك كل مرة تاني. يسوع، يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له انا بحبك، حل بروحك فيا شدلك وانسى بعدك كل أذية، وانسى بعدك كل أذية، زي ما رويت السامرية ارويني من المية الحية، لبسني الحلة الذهبية وقبلني أكون يا يسوع ابنك، وقبلني أكون يا يسوع ابنك. يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له أنا بحبك، حل بروحك في شدلك وانسى بعدك. يلا نحاول مرة تانية. يسوع، يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له يا رب، افتح القلوب يا رب، اللي بروحك في شدلك وانسى بعدك كل أسية، وانسى بعدك كل أسية. يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له أنا بحبك، حل بروحك في شهد لك، أنسى بعدك كل أسيا أنسى. يلا نسمعكم. يسوع بيخبط على قلبك، وحديكم مع بعض. يسوع بيخبط على اشهد لك وانسى بعدك كل أزية، وانسى بعدك كل أزية، رجعني لصورة احسانك، اشفيني بجرحك وألامك، دوقني من شكل كلامك، وقبلني أكون يسوع ابنك، وقبلني أكون يسوع. يسوع بيخبط، يسوع بيخبط على قلبك، صوتكم روعة، افتح له قول له أنا بحبك، اللي بروحك في أشهد لك وانسى بعدك كل أسئلة. يسوع بيخبط على قلبك، افتح له قول له أنا بحبك، اللي بروحك في أشهد لك وانسى بعدك، زي ما رويت السامرية، أزية وانسى بعدك كل أزية، زي ما رويت السامرية ارويني من المية
لبسني الحلة الذهبية وقبلني أكون يسوع ابنك وقبلني أكون يسوع 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 بيخبط على قلبك افتح له قول له أنا بحبك اللي بروحك في يشهدلك صوت واحد يسوع يسوع بيخبط على قلبك افتح له قول له أنا بحبك اللي بروحك في يشهد لك وانسى بعدك كل أزية وانسى بعدك كل أزية. الليلة الرب يسوع بيدعوك وبيخبط على قلبك وبيقول الكتاب اليوم يوم خلاص والوقت وقت. انت سمعت طب هديك سمعت الصوت انت سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. عشان كده احنا واقفين هرنم الكلمات دي لما دعاني ربي قال لي تعال ايه. لو سألت مين تعبان طبعا مش بسأل لكن كلنا هنرفع ايدينا الاثنين لكن مريح التعابة ايه وسطينا الليلة يريح. لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح انا عندي سلامك وعندي لك افرح. لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح انا عندي سلامك عندي لك افرح. قولوا معانا لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح انا عندي سلامك عندي لك افرح مالي الهم يسودا ليه بيحني عودا ايدك وأمشيك في فلاح وأمشيك في فلاح لما اسمع صوته قلت له يا رب كيف بتنادى عليا كيف بتنادى عليا وانا مش طايق زي مرة تاني لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادي عليا وانا مش طايق ثاني قال لي دمي طاقة من كل الشرور قال لي أخرجوا لدمو قلبي قلبي سعدا لما سمعت كلامه وشوفت المجروح قلبي قلبي سعدا وأسلم لك أمري. تفضل استريح.
تعالوا رنم كمان مع بعض تريمة بتقول غني 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 وكمل الحالك. وان طالت طالت ولا ما طالتش؟ طالت على الآخر. بس لينا إله المعونة. وان طالت قول أعني، هو مكمل مشوار. لما تزيد الهموم جواك عز الإله، بتشدد بهموم خط البكرة معاه، وجديد منها غني انت الحكاية، مجدد غني انت الحكاية، غني غني وفرح أنغامك، غني مخزون فيك الرجاء، والفجر لغمات مخزون انت بضياء، مجمل الجب سواد
مكمل؟ كم واحد يقول امين يا رب انا مصدق انك مكمل مشوار. الكلمه اللي جايه بتقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. كسفراء لا شيء لنا ونحن نغني، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني، نغني كسري. ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنة الريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نؤمن مرة ثانية. شكرا لله، شكرا لله الذي يقودنا اطلب الرب مدى ما يوجد، ادعوه دوما فهو قريب، إذ يعطي المعي المعي قدرتك لعديم القوة يكسر شدتك. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين، كفقراء لا شيء لنا نسعى عنه كسفراء، كأن الله يعز بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين، كفقراء معنا. شكرا لله، شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. اللي ماشي مع الرب ماشي مع قائد حرب منتصر ولا مش منتصر؟ منتصر. مهما إبليس يشن حروب بس إلهنا انتصر، مش هينتصر لكن الموضوع إيه؟ محسوم. وإمتى تحسم الشطر كده؟ يقول لي إمتى تحسم؟ في الصليب. اوعى تفكر إن أنت بشطارتك وبتقواك وبالأعمال الرائعة اللي أنت بتعملها تضيف للمسيح انتصار. لا صدقني، المسيح انتصر وأنت تمشي في موكب إيه؟ أنا وأنت نمشي في موكب المنتصرين مع المسيح، مع المسيح المنتصر. تريمة اللي جاي بتقول كده، مش بقوي إيماني بشوية كلمات لكن ده إيماني بالله عشان إيه؟ مات. رائعين انتم بصراحة. القرار سهل، واثق فيه، مستنيه، عايش ليه طول العمر. أصل ده قلب تعلق بيه، راضي معاه بحلو وإيه؟ يعني سكتوا يا جماعة، حلو إيه؟ إحنا عايزين نحد الحلو تمام كده، لكن المر لا، ده نتأنى فيه شوية. لكن مراني هنا قال راضي معاه بإيه؟ بحلو مر. أمين. يلا نقول معه مش بقوي إيمان
بشوية كلمات لكن ده إيماني بالعشان إيمان مش بقوي إيماني بشوية كلمات لكن ده إيماني بالعشان إيمان دعاك فيه مستنين عايش ليه طول العمر أصل القلب اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر وقت فيه مستنين عايش ليه طول العمر أصل القلب اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر الإيمان علمني ارمي الشيل عليه واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه الإيمان علمني ارمي الشيل عليه واضمن بكرة وحلمي عايش دي طول العمر أصل القلب اتعلق بيه راضي معاها بحلو واثق فيه مستنيه عايش دي طول العمر أصل القلب اتعلق بيه راضي معاها بحلو خلي يزيد إيماني إيمان الأبطال وسط السجن يغنوا ويجتازوا الأغوال خلي يزيد إيماني إيمان الأبطال وسط السجن يغنوا زول أهوال عطفي مستنين عايشتي طول العمر أصلي لقلب تعلق بيه راضي معاه واثق فيه واثق فيه مستنين عايشتي طول العمر أصلي لقلب تعلق بيه راضي معاه حلو أنا مستني حلول وإيدك تتدخل أصلي ثابت قولك في الآخر والأول أنا مستني حلول وإيدك تتدخل أصل الثابت قولك في الآخر واثق فيك واثق فيك مستنيك عايشتي طول العمر أصل القلب اتعلق بيك راضي معاها بحلو واثق فيك مستنيك عايشتي طول العمر أصل القلب اتعلق بيك راضي معاها بحلو راضي معاها بحلو. نفسي نقول آخر عددين وإحنا واقفين كلنا وإحنا بنختم عشان نصلي ونسمع كلمة الرب. آخر عددين بيقول فيهم مرنم خلي يزيد إيماني. من عايز إيمانه يزيد يا جماعة؟ أمين يا رب. خلي يزيد إيماني. إيماني الأبطال، الأبطال اللي بيحبوا الرب، اللي مش بس بيبقوا مبسوطين من الرب في الأمور الحلوة لكن راضيين إن هم يمشوا مع الرب حتى لو الظروف صعبة. رنم معنا الكلمات دي، قول له خلي يزيد إيماني يا رب. خلي يزيد إيماني إيمان الأبطال وسط السجن يغنوا ويجتازوا الأموال خلي يزيد إيماني إيمان الأبطال وسط السجن يغنوا ويجتازوا الأموال واثق فيك مستنيك عايش ليك طول العمر أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو واثق فيك مستنيك عايش ليك طول العمر أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو أنا مستني حلولك وإيدك تتدخل أصل الثابت قولك في الآخر والأول أنا مستني حلولك وإيدك تتدخل أصل الثابت قولك في الآخر والأول واثق فيك مستنيك عايش لي طول العمر أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي بقول معانا واثق واثق فيك مستنيك عايش لي طول العمر أصل ده قلبي اتعلق بيه آخر مرة نسمعكم واثق فيك مستنيك عايش لي طول العمر أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معانا حلو وإحنا واقفين كده أستأذنكم أسكب قلبك قدام الرب قول يا رب أنا واثق فيك مش واثق في الظروف بس واثق فيك يمكن ثقتي في الناس اللي حواليا قلت انعدمت حتى الحلوين منهم لكن أنا واثق فيك أنت اللي ستظل أمين يا رب أمين خلي النهاردة أرمي حمولي وهمومي عليك علمنا أعمل الحكاية دي مش عارف أعملها باجي أصلي بس همومي زي ما هي خليني أرميها عليك يا رب النهاردة في الليلة دي قول له كمان كلمني يا رب اسكب قلبك اسكب قلبك قدام الرب في اسمه
أستاذنكم نقف نسمع كلمة الرب. أستاذنكم مهرج إنجيل لوقا صحة 18 من عدد 1 لعدد 8. وقال لهم أيضا مثلا إنه في ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. قال: كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: إن كنت لا أخاف الله ولا هاب إنسان، فأنا لأجل أن هذه المرأة تزعجني أنصفها، لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قد الظلم، أفلا ينصف الله مختارية الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان؟ هل لعله يجد الإيمان على الأرض؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان؟ هل لعله يجد إيمانا على الأرض؟ مجد النسيس الأقدس إلهنا أمين. خلينا نرفع صلوة خاصة كده، نقول له: يا رب النهاردة احنا جينا وكلنا شوق يا رب ان تكلمنا، بنعرف يا رب ان كلمتك حية وفعالة، والآية دي فعلا مؤمنين بيها، لكن تعال يا رب النهاردة وبارك قلبي يا رب، بارك قلبي بالنعمة. احنا واثقين ان في شخص ابنك يسوع يا رب، انه من ملئ اخذنا نعمة فوق نعمة، لكن يا رب افتح قلوبنا النهاردة في هذا الوقت لأجل يا رب قلبنا يمتلئ بكل الخير يا رب الروحي اللي وحدنا بيك في شخص ابنك يسوع بقوة روحك القدوس. أنا الأذان يا رب عشان ننال الحكمة، احنا ما بنعرفش الطريق يا رب، لكن انت قلت انا هو الطريق، والان يا رب واحنا جينا النهارده واحنا كلنا ثقه انك هتدينا طريق لحياتنا النهارده، لان حيث يوجد الله توجد البركه، يوجد الطريق. يا رب النهارده اعطي لكل واحد وواحده النهارده الارض الطيبه اللي بتتجاوب مع مهاره الزرع العظيم اللي ما زال الى الان يزرع. اجعل هذه الكلمات يا رب تكون سبب بركة ونعمة لا دينون علينا. استخدمنا أنا الضعيف يا رب لأجل كلمتك، لك تملانا جميعا وتقوينا وتسعد قلوبنا يا رب، وتبهج يا رب هذا القلب وترفع عنا كل حمل، وتوحدنا بشخصك في اسم ابنك يسوع من الآن وإلى الأبد أمين. بقى النهاردة بنعمة ربنا هقف عند آية الأخيرة: ومتى جاء ابن الإنسان لعله يجد إيمانا على الأرض. النهاردة وإحنا بنقف عند كلمة الإيمان وبنتأمل السؤال اللي قاله المسيح، سؤال صعب: متى جاء ابن الإنسان هل يجد إيمان على الأرض؟ وكأن الصورة شوية بتكون صعبة كتير إن احنا يعني نتخيلها، إنه فعلا احنا عايشين في أزمة، في أزمة، في أزمة إيمان، في أزمة إيمان. الإيمان اللي احنا بنعرفه في الكتاب المقدس ومؤمنين به قوة، قوة قادرة على تغيير الحياة. القوة دي لما بتحل على حد بتغير حياته. بتغير حياته يعني ايه بالظبط؟ يعني بيصبح انسان مختلف. وادي بعض امثلة لناس لمسهم الايمان فحشوا بطريقة عجيبة جدا.
قدروا ان هم يتخطوا صعوبات كتيرة في حياتهم. من امثلتهم بطرس، بطرس اللي يمكن ضعف ايمانه لما نكر سيده، لكن لما كان عنده ايمان قدر ان هو يخلص الاف، قدر بقوة الايمان ان هو يشدد كمان الرسل، ايمان قدر يخليه ينشر محبة ربنا وينشر ان هو قدرة الله في كل شيء كان بيعيشه. بطرس الانسان الضعيف يقول انا كان ظله يشفي الامراض ويخرج الارواح الشريرة، قوة. المرأة الخاطئة تيجي عند يسوع وبقوة ايمان عجيبة جدا ترتم عند قدميه، والرب بيقول ايمان خلصك، والايمان ده يخليها تتحرر من اشياء كثيرة جدا ويديها رب ايمان. ايمان بيتوب الناس، ايمان بيدي قدرة للشفاء، ده الايمان. لكن خلينا اقف قدامكم على حالنا دلوقتي، هل في ايمان على الارض ولا لا؟ وانا بقول لكم الكلام ده انا بدعو نفسي وكل اللي بيشوفونا ويعيشوا معانا ان احنا نعمل مراجعة حياة دلوقتي على حياتنا، على الآية اللي قالها رب يسوع: متى جاء ابن الإنسان هل يجد إيمانا على الأرض؟ هل الله معروف؟ هل الله فعلا موجود في وسطينا ولا لا؟ بعض حاجات أقولها لكم كده على الإله اللي ممكن يكون معلوم عندنا احنا مسيحيين قد يكون مجهولا، مش موجود. عندما يكون هذا الإله إيه؟ منسيا. يعني إيه منسيا؟ يعني لما أقف قدام الآية اللي موجودة في سفر التثنية الإصحاح السادس بيقول لي أحبب الرب إلهك منين؟ من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك ومن كل كيانك. ومش بيقوله كده كمان، مش تحبه من كل فكرك وقلبك وقدرتك بس، لكن خلي بالك انه الله يكون حاضر في كل حياتك. طب ازاي؟ يقول له بص، تذكر عمل ربنا على جدران بيتك، مش كده وبس، عصام على عينيك، على يديك، قص هذا على اولادك. ايه ده؟ يعني الرب يكون حاضر فين؟ في كل حياتك. وخلينا نقف مع الآية اللي قالها كده داود النبي: جعلت الرب أمامي يا جماعة في كل حين. وقف عند الرب كده، أنت فين؟ هذا الإله اللي بيقول عنه أحبب من كل قلبك أوجات كتيرة، إحنا بننساه وبنفتكره في أوقات معينة، وفي اليوم بتاعه بنفتكره يعني، أو في ميعاد الاجتماع بنفتكره. لكن فين الإله اللي موجود في كل حياتي؟ أنا ما بدعوش إن احنا نعيش حالة مختلفة في معيشتنا أو نعيش في تكريس مستمر، لكن هل الله بيتدخل في كل أمورنا ولا لا؟ لكن الإله أوجات كتيرة أحبائي ممكن يكون منسيا. بعض الوقت بفتكر هذا الإله، وأوجات كتيرة بشعر بحياتي إن أنا مش في سلام، بتخبط في حاجات كتيرة، بسأل نفسي أنا فين؟ ده أنا دي لي فترة ما صليتش، ده أنا دي لي فترة ما قريتش الكتاب، ده أنا دي لي فترة كبيرة لا تناولت ولا اعترفت. ليه؟ لأن هذا الإله المعلوم هو منسيا، عند الحاجة بس بطلبه. تخيلوا مثلا لما يكون عندنا أزمة معينة كده، تلاقوا الناس إيه؟ تصلي وتطلب. يا جماعة تطلب الصلاة كتير، لكن الإله ده ممكن يكون منسي. ولكن الشيء الأصعب، هذا الإله المعلوم اللي احنا عارفينه كمسيحيين قد يكون مرفوضا. مرفوض كلمة صعبة، مرفوض دي، لكن مرفوض. لكم على حاجة، أوقات كتير بمسك آية من الكتاب المقدس كده وروح في مشكلة معينة أقول له بس ربنا بيقول كده،
إن لم تغفروا للناس زلاتكم لا يغفر أبوكم السماء زلاتهم. لازم تضحي، لازم تقبل. يقول لي إيه؟ أبونا إحنا مش المسيح، إحنا بشر، أنا مش هقدر أتعامل مع الناس دي تاني. إزاي؟ ده الكتاب بيقول إذا رعيت اسما في قلبك لا إيه؟ لا يستجيب لك الرب. يعني هذا الإله بتعليمه مرفوض. ومتى جاء ابن الإنسان هل يجد إيمانا على الأرض؟ هذا الإله المعلوم قد يكون مرفوضا. مرة من المرات كده في بعض الخدمات اللي فيها مساعدات للناس، فبينصحوا كده، فبقول لهم الصدقة في الكتاب المقدس مرتبطة بأنه يسوع بيقول إذا قدمت شيء يعني قدمه في الخفية، يعني ما تعرفش الناس أنك أنت بتقدم هذا العطية، حتى يمينك لا تعرف ما تعمله، يعني في الخفية. فبكل الشخص ده بقول له يعني الكتاب بيقول تحافظ على رقبة الناس، وبلاش تجيبهم الكنيسة كده، وبلاش أنك أنت تبص لهم بطريقة. قال لي يا ابونا معلش، ما احنا لازم ان احنا يعني ناخد لقطة كده معينة، ولازم ان احنا يعني اجتماع كده وندي وحب العطاء. قلت له ده مش هو العطاء بتاع الرب، العطاء هو في الخفية، العطاء انك تحافظ على كرامة الناس. يقول لي بس اصل برضو الناس اللي بتيجي تدي تبرعات عايزة تشوف بعنيها. قلت له ما يشوفوا بعنيها مخطهم يخليهم يزوروا الناس بس في الخفية. لكن لما قعدت مع الشخص ده بقول له كده، قال لي بس يعني هنعمل ايه عشان يقدروا الناس يساعدونا؟ اقول له ما تقبلش المساعدة اذا كانت المساعدة دي بتقلل من كرامة الناس. هذا الاله اللي هو طالبنا باحترام كرامة الناس وطالبنا ان احنا نعيش الصدقة في الخفية، هذا الاله مرفوض، مش عايزينه، مش عايزينه، لان هو مش ماشي على هوانا كده. زي ما احنا بنيجي نقعد كده وممكن نكون في جو من الفرح والتآخي كده ونجيب سيرة حد، ويجي واحد يقول ايه مش عايز يشترك في الكلام ولا عايز يشترك في الحديث ده، نقوله بقول لك ايه يعني واضح ان القعدة بقى مش هنتريق على الناس، ولا هنتكلم كلام وحش على الناس، ولا هنجيب سيرة الناس. الشخص ده يعني بيجي يقعد كده بيخلي القعدة كده مش لطيفة. لا، ده هو اللي بيقعد ده في وسطيك بيذكرك بانه لازم انك شوية تكون عفيف في كلامك وفي حديثك، وبيظهر صورة الله الجميل، مش واحد معقد. لكن هذا الإله هو إله مرفوض، لأنه مش جاي على راحتي وعلى مزاجي وعلى احتياجي. هذا الإله قد يكون مرفوضا. لكن الصعب بقى الإله اللي معلوم ده اللي احنا عارفينه واحنا كمسيحيين، قد يكون إلها ضائعا، ضائع مش موجود. عارفين مريم في المجدلية أين وضعوه؟ أخذ رب وأين وضعوه؟ فين ربنا؟ نهتم بمشاريع كتيرة ككنيسة، ونهتم بنظام معين في مؤتمراتنا وشغلنا، وإزاي نطلع الأمر كويس جدا، وإزاي ننجح العمل والمؤسسة ده كويس جدا. لكن أين هذا الإله اللي فيه الرحمة؟ أين هذا الإله اللي فيه يهتم بالفقراء والمحتاجين؟ أين هذا الإله اللي ممكن يعطي بمجانية؟ كم من مؤسسات اتعملت لأجل خدمة الناس الغلابة ووظفت أنها تكون بيزنس، بسامحوني كده اسمعني، وندي أسماء كتير، أسماء قديسين، مستشفى مش عارف إيه ومكان ايه واشياء كثيرة جدا جدا، ونقول امال فين الاله اللي فيه رحمة؟ وفين الاله اللي بيدي؟ فين الاله اللي بيشفق؟ احد الاماكن بقول لفلان يعني بس معلش يعني طلعوا فلان ده عشان هو خلاص مات بس لسه لازم تدفع. الله، طب بس دي فيها دي 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 مسيحية المؤسسة دي، لكن لا، ما هو لازم يكون فيه
هذا الإله إله ضائع نتكلم عنه ونقول كلام كتير عنه في مؤسساتنا وشغلنا، ولكن ممكن يكون الإله ده مش موجود. ممكن يكون الإله ده بيدعو مش لحب الناس كلها، ممكن يدعو لجماعتي، يدعو للطيفة بتاعتي، للمجموعة بتاعتي. هو ده الإله. ويصير الإله ضائعا. ولكن متى يأتي ابن الإنسان؟ هل يجد إيمان على الأرض؟ معلش أنا بفتح بعض حاجات معينة، لكن هديكم خبرتي البسيطة في الآخر عن الإيمان اللي عايز ربنا. لكن الأصعب كمان الإله المعلوم ده اللي عارفينه كمسيحيين قد يكون إلها مائتا. مائتا بمعنى إيه مائتا؟ لا يقدم ولا يأخر في حاجة، الأمور ماشية والنظام بتاعنا ماشي بالطريقة بتاعتنا. يعني إله يعني مش موجود، كل حاجة تمشي بالنظام بتاعنا بقوانيننا احنا بقناعاتنا احنا بدون ما نشوف الإله ده عايز مننا ايه. يجي الإله ده عشان يبحث عن الإيمان ويبحث عن عمله، عمله الخلاصي. يشوف ايه على الارض يا ترى؟ ايه اللي هيشوفه؟ متى ياتي ابن الانسان؟ هل يجد ايمانا على الارض؟ الاله المنسي، الاله الضائع، الاله المرفوض اللي مش جاي على هوايه، الاله المائت اللي هو لا بيقدم ولا بيأخر في اي حاجه، انا ماشي بدماغي وفي كل الامور. طيب عايزين نوصل للإيمان نعمل إيه؟ تعالوا شوفوا إيه معنى إيمان. الإيمان اللي تعلمناه وقالوا لنا الرب يسوع، لأنه هو الابن الذي في حضن الأب، هو الذي أخبر، هو اللي أعلن هذا الإيمان. قال لنا الإيمان هو انفتاح. انفتاح لإيه؟ افتح لعمل ربنا، انك تشوف عمل ربنا مش بس في حياتك لكن في الكون اللي حواليك. تعرفوا صاحب المزامير في مزمور 19 حي الرب كده، حياه كده لما شافه في الطبيعه كده، قال ايه؟ السماوات تحدث بايه؟ والفلك يخبر بعمل يديه. ايه ده؟ كل شيء حلو يا رب بيتغنى بالطبيعة، بيتغنى بناموس الرب، وسائل الرب اللي تفرح القلب، بيتغنى بأشياء جميلة لربنا، لدرجة انه في احد المزامير بيقول باركيها ايتها السماء والارض، باركيها ايتها البحار. بيبص ربنا بطريقة عجيبة جدا، صعبة، بيحيي ربنا. شوفوا اللي يقدر يعمل ده هو اللي بيمتلك عين الإيمان. عشان كده قال إذا كان عينك بصيرة فجسد كله يكون. عينك بفين؟ بتشوف إيه؟ على فكرة عدو الخير الأيام دي بيرمي أفكار وحشة عندنا وبيحاول يقولنا الإله ده بعيد عننا، ويقولنا ان ربنا ده ما اعتقدش موجود وسيدنا، لكن الله هو سهران علينا، هو بيرعانا، هو بيهتم بينا، هو إله الجمال، هو إله الخير، هو إله الحب، هو الإله ده. عندما تمتلك العين البصيرة، عين الإيمان، تشوف جدي ربنا هو بيرعى الكل، هو بيهتم. تغنى داود لما بيقول له ايه؟ يعني انت بتعاملني يعني مش كخروب بس، لكن انت بتهتم باكلي وشربي، وبتهتم حتى بكل المخاطر، وبتحميني. الرب راعي فلا يعد شيء، ويقول له ان سرت في وادي الموت لا اخاف شيء لانك انت معي. شوف الرب بقى، الرب الرائع العظيم اللي هو موجود في الكون. قديس أغسطينوس
من ضمن الكلمات الجميلة أنا أشارككم في بعض الكلمات من إعجابي بيها يعني حفظتها شوية. لما بيمتلك العين الحلوة دي، العين اللي هي تقدر تشوف جمال ربنا، بيقول إيه؟ سألت السماء هل أنت الله لأعبدك؟ قالت له أنا مسكن عرشه. سألت الأرض أنت الله لأعبدك؟ قالت له أنا موطن قدمي. شوف لما بيحط ربنا في كل حاجة بقى. سألت النجوم ها أنت الله لأعبدك؟ قالت له أنا إيه؟ شعاع من نوره. تخيلوا معايا الكلمات اللي القديس بيتأملها. سألت الطبيعة هل أنت الله لأعبدك؟ يقولها أنا إيه؟ أنا مسحة من جماله، مسحة من جماله. شوفوا لما بيدخل كل حاجة في حياة ربنا. سألت المياه أأنت الله لأعبدك؟ قالت له أنا قطرة من وجوده. سألت الأكوان أأنت أو الأرض أأنت الله لأعبدك؟ كل الأكوان اللي موجودة، قالت له أنا ذرة ذرة من وجوده، كل الأكوان اللي حوالينا. بس بيجي يقول إيه؟ وسألت الرياح، قالت له أنا خفقة من قلبه، أنا خفقة من قلبه. وسألت نفسي هأنت الله لأعبدك؟ قالت له إيه؟ أنا نفحة من روحي. سألت نفسي فقالت أنا نفحة من روحي. يعني شوف أقول لكم على حاجة، عايز تدور على ربنا وتشوفه بعين الإيمان، دور عليه جواك جواك. أنا نفحة من روحي. في كورنثوس الثانية 13 عدد 5 يقول امتحنوا أنفسكم، أليس المسيح فيكم؟ المسيح مش فيكم، امتحنوا اختبروا أنفسكم. عين الإيمان تخلينا نشوف جديه المسيح فينا بيعمل فينا. عشان كده في جملة كده هقولها لكم، ربنا عطانا نعمة خاصة إن نكتشفها لبعض الناس اللي بعتبرهم قديسين ولا بتعلم منهم. الفئات الخاص اللي ممكن يكونوا معاقين، اللي ممكن يكونوا اخواتنا اللي مجروحين شوية، اللي ربنا عطيهم خاصية، انا بقول يا رب اديني ده. الله يطبع صورته في قلب كل انسان. هقولها تاني، الله يطبع صورته في قلب كل انسان. اشوف كده الفرح اللي فيهم والرجاء اللي فيهم وجديه عندهم دايما الحاضر. اخواتنا المعوقين ما عندهمش الماضي، عندهم الحاضر دايما، الحاضر بالنسبة لهم كل شيء. مش كده بس، اذكر قصة كده عشت يعني عشتها الفترة اللي فاتت دي مع حد كان بيخدم معانا، وهي كانت مجربة بمرض الكانسر. وبعد كده هي دايما تقول لي ابونا هو جه اكتر من مرة وربنا شفاني. فقالوا لي ابونا فلانة اتجدد المرة التاني. فرحت اعمل ايه؟ فنصلي يا رب يعني اديها قوة. صلينا، ولكن رحت ازور حد كان في المستشفى يعني في حالة صعبة جدا وبياخد جرعات. لقيت الست اللي هي تعبانه دي، الخادمه اللي معانا، هي اللي بايته مع الست دي المريضه 3 ايام عشان تساعدها. فبقول لها انت مش تعبانه؟ قالت لي يا ابونا انا ممكن نكون في تعب لكن انا عندي قدره وربنا كشف لي قدره عجيبه جوايا، فما اقدرش اسيبها. فانا بايته معاها 3 ايام واخده اجازه من الشغل. قعدت ابص لها كده واقول لها ايه ده؟ النعم دي الله بسخائه وطيبته وقدرته مطبوعة صورته في قلب كل إنسان متواضع بسيط محب. عشان كده بقول له أنت أخفيت هذا عن إيه؟ عن الحكماء وعلى انتهى لمين؟ للبسطاء، الناس اللي يمكن شوية مش دارسين كتير لكن عندهم طيبة ربنا، عندهم حب ربنا. انفتاح على عمل الله في الناس.
انفتاح على عمل الله جوه قلبك انت، اختبارات جواك انت بتشوفها، ده عين الايمان. اقول لكم ايه دايما بقف فيها مع بولس الرسول وبتعجب كتير لما بيقولها كده، لما بيجي يقرا مع نفسه يقول وكان في انفسنا حكم الموت، يعني ويئسنا من الحياه لئلا نتكل على انفسنا بل نتكل على الذي اقام من الاموات. طب كويس، نتكل على قمه. طب ايه يا بولس الرسول يقول للذي نجانا من موت من مثل هذا، وهو ينجي ولنا الرجاء انه سوف ينجي فيما بعد. ما انت عملتها قبل كده؟ مش عملتها قبل كده؟ هتعملها النهارده وهتعملها بعدين كمان. شوفوا بعيد الايمان بقى، عيد الايمان انك انت تثق ان ربنا هو امس واليوم والى الابد، ده عين الايمان. بس على فكره هركز لك على حاجه مهمه جدا، اطلب من ربنا ان يديك العين البصيره كده عشان تقدر تشوف اللي بقول لك ده. لان رب اتكلم على ناس، على ناس لهم عيون ولا تبصر، لهم اذان ولا تسمع، لان هم الناس دي بتعمل ايه؟ دايما شايفه الامور الماديه وكل شيء. واقول لك على حاجه ركز معايا فيها شويه كده، سيد المسيح في يوحنا 6 كان بيتكلم عن نفسه بيقول انا هو خبز الحياه، وبيقول من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيى فيا وانا فيه. كويس جدا، لما قال لهم كده انا هو الخبز النازل من السماء حصلت حاجه غريبه، بيقول وتركوه كثير من تلاميذهم. تمام، فيسوع قال لهم وانتم تريدون ان تمضوا؟ انتوا عايزين تمشوا؟ فبطرس قال له ايه؟ الى من نذهب وايه؟ ها وكلام كويس خالص. بس قال كلمه يسوع، تعرفوا قال ايه؟ الكلام الذي انا اقوله هو روح وحياه. يعني ايه معناها؟ يعني على فكره الناس اللي دايما بيمسكوا الامور بالعيان، يعني بيصدقوا اللي شايفينه بس، دول مش بيعيشوا حياه الايمان ابدا. لكن الكلام اللي بقوله هو روح، روح وحياه، وقال توبة لعيونكم لانها تبصر ولا اذانكم لانها ايه. هو طب احنا بنسمع ايه؟ بنشوف، بنشوف. الاباء الرهبان بيقولوا عيون الايمان واذان القلب، يعني في القلب ليه اذان بنسمع. انفتاح الايمان زي ما قلت لكم انه مطلوب مني ان انا اعرف ان الله روح وحياه، وانه يديني العين اللي اقدر اشوف بيها عمله. عمله هو اخويا اختي مثلا لما في مشكله كده ما تخليش طان يخلي المشكله دي تاسرك، لا شوف الخير، شوف الحاجات اللي حواليك. كان عندي حد كده بيقول لي الدنيا صعبه، بقول له شوف ولادك كده، يعني في ناس على فكره ما عندهمش اولاد، شوف انك عندك بيت، شوف انك عندك امكانيه، شوف ان ربنا اعطاك خير كتير، شوف الله اللي بيرعاك ويهتم بيك. دايما اقف عند صوره كده عطانا الرب يسوع لما لقى ناس عايلين هم كده وتعبانين، قال لهم تعالوا كده انظروا الى طور السماء انها لا تحصد ولا تزرع، ابوكم السماوي هو يقوت، انتم افضل منها، ما تخافوش ما تخافوش، انا بقود الجسد وبقود الحياه كلها، ما تخافوش ما تعنوش هم. الرب بيعمل اشياء عظيمه جدا. انفتاح الايمان، لكن في حاجه تانيه مهمه جدا، نضج الايمان. نضج الايمان ده في ثلاث حاجات مهمين جدا، اصلي ان ربنا يديهم لنا. الايمان هيبقى من ربنا للكل ده اكيد. طيب لكن هل الايمان محتاج تربيه؟ اقول لك محتاج تربيه الايمان. عشان كده انت جاي النهارده الاجتماع وبتروح كنيستك وتتعلم وتدرس كتاب مقدس عشان ايمانك ينمو. تمام؟ طب انمي الايمان ازاي بقى؟ اول حاجه نضج الروح. نضج الروح، الروح لازم تكون ناضجه. عارفين الناس اللي للاسف الشديد ممكن يكونوا في الايمان يعني معروفين، وتيجي ازمه تخليهم ايه؟ يتبرجلوا كده. اي عاصفه، اي مشاكل، تلاقيهم يعني شكوا وقلقوا وتعبوا.
لأن الروح ما بيعملش بقوة عجيبة في حياة الناس. الذين يسلكون بروح الله هم إيه بقى؟ هم اللي بيثمروا بروح الله، هم اللي بيهتموا مال الروح، بيهتموا مال الروح بقى من أشياء. طب أنا بسلك بروح الله، أنا عارف في كلمة جميلة بيقولين حلوة جدا، لكي تكون عظيما، خلي بالك من الكلمة دي، لكي تكون عظيما عليك أن تبتسم وأنت على وشك انهيار دموعك. لكي تكون عظيما يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة تهزني ولا حاجة تربكني ولا حاجة تخليني أتراجع عن عملي. في أوقات كتيرة تجينا أزمة كده يقول مش هنصلي، مش هروح الخدمة، مش هكمل. لكي تكون عظيما لازم تكون روحك ايه؟ روحك قوية. وده يعني لما بيكون يقولوا اعمل عمل المبشر، يعني بلاش تخاف، خليك شديد. طب منين؟ لانك انت مبني على ايه؟ على الصخر ولا على الرمل؟ لو مبني على الصخر عندك نضوج الروح، ابدا مش هتهز، ولا تقول نفسيتي تعبانه، ولا تقول لي مش قادر اكمل، ولا تقول لي الازمه دي خنقتني. لا، نضج الروح، نضج الروح، لانه احنا فينا روح الله الذي يصرخ فينا ابا ايها الاب، هو اللي بيشدنا دايما لحياه الله، روح الله. والانسان اللي عنده نضج الروح هو اللي ما بيتلونش، ما بيتشكلش، ما بيعيش في تغيير مستمر. النهارده حلو بكره تلاقيه صعب، لا، دايما يقول يجدد مثل نسر. ايه يا جماعه؟ ها شباب، كل وقت انا في بعض اشخاص كده اشوفهم كده اخد بركه، كل ما اروح لهم اقعد معاهم كانه بيديني ايه؟ بيديني كده نعمه ايمان قويه جدا، مبتسم فرحان، وحتى لو في كل الظروف صعبه تلاقيه بيشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ وتروح لشخص معين تلاقيه بقى عايز اقول لك كده يعني ممكن يتكلم كلام حلو قوي عن ربنا، وتدخل مشكله عنده يروح متلخبط خالص. ايه يا عم ده انت بتقول لنا كلام حلو وجميل؟ خلي بالك الرب عايز نضج الروح، لكن في نضج تاني، نضج العقل. ما انت لازم عشان ايمانك كان ملازم ايه؟ تعرف. ولازم تعرف منين بقى؟ لازم تعرف من الاختبارات. ياما في اختبارات سمعتها من بعض الناس والاختبارات دي قوتك. شفت جدي ربنا غير فلان ده؟ شفت ربنا جدي هو عطى اشياء عظيمه جدا لفلان ده وتجاوز المحنه بتاعته؟ بتعرف اختبارات الذي اختبرناه وعرفناه ولمسناه هذا ما نخبركم به. هو الاختبار يعرفك. عايزك مستنير عيون اذهانكم. اعرف، اقول لكم قصه كده اثرت فيا كتير يعني الفتره اللي فاتت دي، لواحد واخد حكم 10 سنين وبزوره في السجن، فبقول له ايه اخبارك؟ قال الحمد لله. قلت له يعني شديد؟ قال لي طبعا شديد. انبسطت كده، قال لي انت مش فاكر القصه اللي قلتها لنا من فترة كبيرة يا ابونا، يمكن اكتر من 8 سنين. قلت له ايه القصة دي؟ قال لي انا دايما لما بلاقي في حاجات كده ربكاني وحاجات شوية كده هموم، فبروح اقدمها لربنا. انت قلت لي القصة دي ان في ولد صغير ابوه طلب منه انه يروح يجيب حاجات من السوبر ماركت، فراح جاب، بس جاب حاجات على قده كده بس تقيلة شوية. فالاب شاف هو شايلها فعمل ايه؟ فالاب راح شاله هو والحاج. فانا فاكر القصه دي قلتها لنا، انا ما كنتش فاكرها، بنقول وننسى اوقات كتيره. قال لي ابونا انا شايل حاجات كتير، لكن ربنا عامل ايه يا جماعه؟ ها، هو اللي شايلني ربنا، هو اللي شايلني ربنا. كان في ترنيمه بيرنمها اخونا سعيد اللي هي إذا كان أخواتك وأصحابك في الشدة سابوك ولا حدش خبط على بابك، أنا برضو أبوك هعرف أكفيك وأرتبها، تتفاجئ أو من ترتيبها
بس انا بالتوقيت بحسبها ما انتش مضر. فطبعا كنا بنرنمها يعني في، فبقول لي ده هو شايلني، هو شايلنا. ده نضج، نضج الايمان، نضج الحاجة. ان انا بفتكر اول ما يجي الشيطان يرمي فكرة وحشة كده عن ربنا اقول لا، الله صالح يا اخي، الله صالح، الله كريم، الله صالح، الله كريم، ونقولها دي اكتر من مرة، ربنا عظيم، الله كريم. دايما نقول الكلام المشجع ده، نضج الايمان ان خبرة ربنا تكون معاك دايما وحرفها وحيشها. لكن في نضج ثالث ومهم جدا، ادعوكم انك انتوا شوية يعني تدخلوا فيه شوية في النضج ده، هو نضج القلب. ايه نضج القلب ده؟ الايمان فعل بعيشه، بس الفعل ده لازم احسه شوية. فعل الايمان ده بيجي منين يا جماعة؟ من القلب، من القلب. ممكن يجي من المعرفة، لكن هو بيجي من القلب، والقلب ده هو اللي بيولد فعل الإيمان. أقرب لكم بقصة بسيطة كده أقولها لكم. في حد كنت بتابعه وكان دايما يغلط، فجيت مرة قلت بقى أنا مش هاجي تاني ولا هتكلم معك تاني، أنا أكتر من عشرات المرات ومفيش فايدة فيك. وكان يومها هو مريض، فقال لي أبونا بولس ثواني. طيب قلت له إيه؟ قال لي أنا عارف لو جيت لك المطرنية مش هتقول لي امشي. أنا هو بيقول لي الكلام ده، قلت له لا هقول لا. أنا عارف يا أبونا، وأنا فعلا أقول لكم على حاجة، هو فعلا لو جه مش هقول له امشي، مستحيل، لأنه الرب قال من سألك ما قدرش. هو مؤمن ان ابونا بولس، هو على حسب، احنا بنيجي فتره وبنقفل اوجات، بس يا رب زدنا عشان نقدر نستحمل حاجات كتيره، لكن هو واثق انه لو جه ابونا بولس ايه؟ مش هيقول لا. شوفوا بقى ربنا بقى، ده بقى بتاع القلب بقى، القلب بقى انك انت ايه؟ عندك فعل ايمان انه ايه؟ ان لو جيت له وطلبت منه اي طلب عندك يقين انه ايه؟ انه هيعمل ايه؟ هيستجيب. ده نضج الايمان، ان ربنا هيديك الحاجة دي. أنا حاسس من جوايا إن ربنا هيدين الأمر ده، هيدي؟ أيوه هيدي. وأنا أقول لكم حاجة، مفيش مرة في حسابات، طبعا ربنا اللي معانا دايما في الخدمة والشغل، طلبنا منه طلب وقالنا لا أبدا، لكن دايما ربنا بيقين الايمان، لان نحن عمل الله، مخلوقين لاعمال صالحه سبق ان الله عدى ايه لنسلك فيها، احنا عمل ربنا، فاحنا مجرد ناس ايه، ناس يعني وكلبه يعني ناس او انا خزفيه، لكن الله هو اللي بيعمل. لكن القلب ده لما بيكون مليان بالايمان بيكون في ثقه كبيره جدا، هيعملها ربنا، وزي ما عملها هيعملها مره واثنين. ده ربنا، ده ربنا اللي حاضر في وسطينا. دايما اقول كده، كانت رساله الرب يسوع لما جه ايه؟ كان رسالته قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني يعني الله في وسطينا، يعني يعني الله حاضر معانا، بيرعانا، بيهتم بينا، ولن اشك ابدا ان الله ممكن يكون بعيد عني في اي وقت. ده يقين الايمان. فعشان كده ممكن المعرفة تجيب لي شك، لكن القلب يجيب لي يقين، القلب يجيب لي يقين والثقة ان ربنا هيعملها. ده القلب، ده فعل الايمان. عشان كده ده عايز ايه؟ عايز نضج، نضج. دايما كده لما الاقي واحد مثلا يعني في ازمة معينة اقول له يا اخي ما انت كنت في ازمة اصعب منها وربنا مشى، ايه ده؟ يا ده شوف ربنا عمل ايه. يقول لي صعب، بس احنا ضعف يا ابونا بننسى. يقين الايمان ان ربنا هو معانا. اقول لكم على حاجه بسيطه، اوقات كتيره بنعمل زي موسى كده شويه، نعمل ايه يعني؟ نروح للرب كده ماله ونظر كده وشايف العليقه كويس، وكانه عايز يعمل ايه؟ عايز يغزو ربنا ويعرف حاجات كتيره. ربنا بيعمل يقول له ايه؟ ارجع شويه،
اخلع من عليك، انت في مكان مقدس. انا اللي هكلمك وانا اللي هكشف لك عن كل شيء. ويروح ربنا يكلمه بقى، يقول له خلي بالك الموضوع مش انك انت تمتلكني، ده انا اللي هعمل ايه، ها ده انا اللي عايز اديك حاجات اكتر واكتر واكتر واكتر. الموضوع مش مرتبط بامكانياتك، لكن مرتبط بقوتي وقدرتي فيك انت. ولو قريتوا خروج 33 القصة الجميلة، ان كانت رؤية وشوق موسى ايه، يقولوا ايه، يقول له اريني مجدك، ماشي عرفني طريقك، خليني اجد نعمة في عينيك. ثلاث طلبات بيطلبهم، يقول له انا عايز ده، شوفوا عين الايمان. وربنا يقول له طيب يعني مش هتقدر تراني وتعيش، لكن شوفوا الكلمات الجميلة كده، يقول له ايه، يقول له في النقرة كده يعني اضعك في هذه النقرة ومد يدي ايه لتغطيك، ثم اتوارى وارفع يدي فتنظر الى ايه لخلفي، لان لا تقدر ان تراني وتعيش. فلما الانسان يقعد مع نفسه ويتضع في النقرة دي او المكان اللي بيصلي فيه، يقدر يقول زي ما قال كده مع موسى، انت اله الرأفة والرحمة، انت بطيء الغضب، انت كثير الغفران. قالها امتى؟ لما ابتدى يسجد كده، انا هديك، بس هديك على قدك شوية، مش هتقدر تشوفني، لكن هقدر ان انا ايه اعمل اشياء عظيمة لي. بعين الايمان يا موسى تقدر تشوف اشياء عظيمة جدا، بس قلبك ايه، قلبك يكون فعلا مليان بالشوق لي. قول له رب اديني اشتياقات ليك. اشتياقات ليك يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اشتاق يا رب انك انت تعمل فيه. وعلامة ايمانك ان يكون عندك شوق لربنا. لو انت بتشتاق انك تعرف ربنا، يبقى انت ماشي في طريق الايمان. ولو انت بتدور على حاجات كتيرة بعيد عن الشوق لربنا، يبقى انت مش ماشي في طريق الايمان. لابد انك تشتاق لله دايما. قل له علمني يا رب ان انا اشتاق لك واعرفك. وكان توق موسى انه يعرف مين، يعرف وعرف ربنا، عرفه. وبيقول لك وكان يكلمه لك صاحبه، يعني ما عايز يعرفه، نفسي اعرفك يا رب، نفسي اعرفك. وكتر ما انت عايز تعرفه، كتر ما هو ايه يزيدك معرفه اكتر بيه ويكلمك اكتر بيه. الايمان كل ما بعرفك بحبك يا رب، وكل ما بحبك اعرفك اكتر يا رب، كل ما بحبك بعرفك اكتر يا رب. دي ده لغة القلب. لكن قصاد نضج الايمان حاجة تاني مهمة جدا، عمل الايمان بقى. ما لازم يكون في عمل، يعني الموضوع مش مرتبط ان يكون في يعني حاجة نظرية بعرف عن ربنا، لكن ايمان بدون اعمال، طب ازاي يعيش عمل الايمان؟ عمل الايمان ده مرتبط بحاجات كتير احنا لازم نشتغل على نفسنا. يعني لما يجي القديس بيقول جاهدت الجهاد الحسن، يعني عمل الايمان مرتبط بان انا بعمل خطوه قدام ربنا. طب ايه الخطوه؟ اقول لكم الخطوه ببساطه جدا عشان نكون صراحه، هو اتفاق. اتفاق بنعمله مع مين؟ مع ربنا. وعلى فكرة السيد المسيح قال يا جماعة في اتفاق بين انا وانتم، من ليس معي فهو علي، من ليس معي فهو من ليس معي فهو علي. انت مش معايا يبقى خلاص انت بعيد عني خالص، انت معايا يبقى لابد انك انت تعيش في وحدة معايا. اتفاق تكون مع ربنا. اكون مع ربنا، مع ربنا، يعني الموضوع مش مرتبط بموضوع عبادة صلاة بس، لكن لا، حتى في كل حياتك تكون معايا. نمرة اتنين، مش انك تكون معايا بس، لكن تتحد بالله. وكلمة ان انا اتحد بالله يعني ايه؟
يعني أحب ربنا، يعني يكون في وحدة بيني وبين ربنا. ده عمل الإيمان. زي ما قلت كده، يعني ان كل اشتياقاتي ان انا اتحد، ان انا احب ربنا من كل قلب ومن كل كياني، ويكون عندي شوق ان اكون مع ربنا. لكن نمره ثلاثة، ودي الاهم، ان انا كمان ايه؟ اعمل مع ربنا. لما اختار التلاميذ قال لهم ايه؟ اذهبوا وبشروا بملكوتي، ملكوت الله. يعني اعمل عمل ربنا. يعني ما ينفعش اقول انا انسان مؤمن تقي وانا ما بعملش عمل ربنا. طب يا ابونا انا لا بشتم ولا بكذب ولا بزن ولا بقتل، ما عنديش حاجه، ده انا كويس. قال لك لا، الخير، الخير اللي كان لربنا بيرسله ليك من خلال الروح القدس اللي جواك وبيقول لك اعمله وما بتعملوش، ده يعتبر ده خطيه. يعني ربنا بيصير فينا خواطر حلوة، على فكرة الروح القدس يصير فينا خواطر جميلة. اعمل الحاجة دي. زي ما النهاردة أثار فيكم خاطرة كويسة انك تيجي تحضر الاجتماع النهاردة، يعني أنت مش جاي، يعني لا، ده الروح القدس هو اللي جذبك وسمعت صوته وجيت. لغة الإيمان زي ما قلت لكم كده، إذا كنا بنقول إيمان عامل، إنك أنت كل الخواطر، كل خواطر الخير اللي جواك تعمل ايه؟ تعيشها. ربنا دفعك انك تعمل حاجة، اعملها. ربنا ألح عليك انك تعيش حاجة، عيشها. ده هو العمل. اقول لكم حاجة، قصة غريبة جدا، شهادة جميلة جدا، يعني لواحد عاش في حياة ربنا وساعة موته هو محضر نفسه، فقال لما أكون في التابوت خلي بالكم لازم يكون الصليب الرب والإنجيل معايا، وتكتبوا على الصندوق كده آمن، والوقت وقت المشاهدة، آمن وهو الوقت وقت إيه؟ المشاهدة. إيه ده؟ أيوه، مصل هو مليان بربنا وعارف ربنا وعارف ان هو ايه، ان هو بعد ما مات هو يعمل ايه؟ هو وقت المشاهده. ما شو مشاهده مين يا جماعه؟ مشاهده الرب. ما هو عارف، انا عالم بمن امنت، عارف انا، عارف ان انا رايح فين. قدام القصه دي حصلت فعلا، وكتبوا على تو امن فسيشاهد وقت المشاهده، شايف ربنا. ويقال ان هذا الشخص يعني ربنا عشان يأكد هذا العمل مات وهو مبتسم وفرحان، ده وقت المشاهدة. ده عمل، عمل ان ربنا هو ممجد الله في حياته على الارض، عايش في حياة مع الرب بعمل خير وبتقوى، فربنا عطاه له ان كمان نهايته تكون نهاية ايه؟ نهاية كلها سلام وكلها فرح وكلها بركة. عايزين نصلي النهارده ارجوكم، وخلينا نقول يا رب ادينا نعمه الايمان. امين يا جماعه، يا ريت نقف كلنا طيب عشان نصلي كده، نقول يا رب ادينا النهارده ان احنا فعلا يا رب تكون اله حاضر في حياتنا. صلوا معايا كده، والشغل النهارده انك تقول يا ربنا النهارده انا عايز عينين الايمان. النهارده سمعنا كلمه انفتاح الايمان، يا رب انا عايز اشوفك، أشوفك بعين الإيمان يا رب، عين الإيمان يا رب اللي تقدر تخليني أحييك زي ما حياك كده صاحب المزامير وقال السموات تحدث المجد الرب. أعلن مجدك يا رب في كل مكان، أعلن قدرتك، أعلنك أنت فعلا يا رب ضابط الكل، محب البشر. سلم معايا، وفرصة جميلة النهاردة أنه ربنا هيديك النهاردة عين الإيمان. قول اديني عين الايمان يا رب اشوفك زي ما شافك يا رب. انا بطلب مجدك يا رب، بطلب مجدك، وعايز انك فعلا يا رب تديني ان انا اشوفك بعين الايمان يا رب. يا يسوع كل اشتياق يا رب ان انا
افرح بيك يا رب. صلوا معايا، انا بطلب مجدك وبقول له فعلا بعين الايمان انا دارك يا رب انك انت معايا، وانك انت طبع صورتك جوايا وجوه قلب كل واحد يا رب، والمسيح فينا رجاء المجد، دي ثقة كبيرة يا رب. عشان كده انا واثق يا رب انك عمرك ما تزني، ولا عمرك يا رب هتخليني محني ولا تخليني تعبان، لكن قوي، لانك انت صخرتي يا رب، صخرتي ومنقذي يا رب. اطلب من ربنا، انا بطلب مجدك يا رب النهارده. إيماني أراك يا حمال الله، هنا علقت كي تفيديني، أحب مجدك النهارده وبنشكرك. صلي معايا يا رب، غطيني يا رب، غطيني يا رب بظل محبتك يا رب، غطيني يا رب بحنان، غطيني بقوه ايمان يا رب تقدر تديني يا رب، ان وسط الصعوبات والتحديات يا رب اكون مبني على هذا الصخر يا رب. يا رب في اوقات كتير يا رب محتاج نضج في ايمان يا رب. صلي معايا كده، قول اديني النضج يا رب اللي خليني اني قلبي يكون واثق فيك يا رب. يا رب انا في اوقات كتيره بخاف بقى، لكن النهارده الرب بيقول لك ما تخافش، انا هديك اللي هو النهارده. ثق في كل كلمه بيقولها لك الرب في قلبك النهارده، انا معاك، انت ابني، انت عزيز على قلبي، انا قد احببتك. ثق ان الرب النهارده هيديك نعمة الإيمان النهاردة في قلبك، ويقدر الرب يديك اشتياقات قلبك كده. قول يا رب النهاردة من قلبك، صلي معايا أرجوك كده، قول يا رب زدني إيمانا يا رب، زدني إيمانا يا رب النهاردة، اديني يا رب النهاردة يكون عندي هذا النضج يا رب النهاردة، النضج الروح يا رب، إن روحي دايما تكون فعلا مرفوعة، عمرها أبدا أبدا روحي أبدا يا رب بتكون حزينة، لكن روح القوة، روح القوة، روح الفرح، روح القوة والفرح يا رب فيض على أولادك النهاردة يا رب. صلي معايا النهاردة وانت مبسوط بربنا النهاردة، أنهار نعمة، أنهار بركة، أنهار خير النهاردة، ربنا بيفيض في قلبك النهاردة. صدقني يا أخويا، صدقني يا أخويا، قول يا رب النهاردة أنا بشكرك على هذه القوة وهذه النعمة يا رب اللي بتشدد قلوب ناس النهاردة بتضرع لك النهاردة. بارك يا رب في صلاتنا لمجد اسمك يا رب. تحتار وتفكر تعالى لي، انا عندي حلول، اترك مشكلتك كلها لي، انا بيك مشغول.
ترنيمة جميلة. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، دي لغة الإيمان. انا عايز اكون طالع النهاردة من الكنيسة قول له خلاص بقى انا مش هقولها، انت المسؤول عني بقى، انت اللي بتحملني، مش بيهمك ضعف وجهل، ده انت في يدك صاحبي وسهلي، ليك القوة وليك ليك القدرة يا رب، خلاص ليك الكلمة وليك الامر. حتى يا رب لو انا يعني جميل حتى في كتر سوادي، لو شعر ان انا ما عنديش حاجه، لكن انت يا ابني انا عايز النهارده بلغه الايمان، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا ايه؟ اولاد. احنا اولادك من اهل بيتك، قول له انت المسؤول. امين يا جماعه، نصلي الترنيمه دي، انت المسؤول عني يا رب، انت المسؤول عني. خلاص كده ماشي معايا وبتنجحني، مش بترف يوم تجرحني، بيهمك افرح على طول، ماسك ايدي ومشغول بيا، ده ما حدش بيدوم جنبيا، وانت الاب اللي مره تاني ماشي معايا، ماشي معايا وبتنجحني، مش أفرح على طول، ماسكيني ومشغول بيا، ده محدش يدوم جنبيا، وانت الأب اللي شاور عليه، انت بس انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس ليك دفاع، بتميزني وبتعليني على المرتفع، بتمشيني وتشاهدني
لما تكون ويا يا بطمن لو في وسط النار بتقلن يكفيني شخصا كفاية عليا انت رب بتنيزني وبتعليني عالمرتفع بتمشيني بتشددني انت بس المسؤول عني انت بس المسؤول عني انت بس اللي بتحملني انت بس لك هقدر اغني شاور عليه وقول له انا واثق فيك انت انت بس المسؤول عني انت بس اللي بتحملني انت بس لك انت في ايدك صعب وسغلي ليك الكل ليك الامر جبار بأس علي تنادي وجميل حتى في كتر سوادي بتجهزني ولا جم مش بيهمك ضعف وجهلي ما انت في ايدك صعب وسهلي بيك الكل موليني جبار بأس انت جبار بأس علي الناد وجميل حتى قدر سوالي بتجهزني ولا وعلا انا جام انت بس المسؤول عني انت بس شاور عليه انت بس المسؤول عني انت بس اللي بتحملني انت بس ليك هقدر اغني واحنا واقفين عايزك ترفع ايدك كده قول له انت بس يا رب المسؤول عني واحنا بنقول كمان الكلمات اللي جايه دي اتكالي عليك يا سيد شاور عليه كمان في الترنيمة دي وانت بتقول له انا بس مش هتكل على اي حد تاني ولا ايماني هيتعلق باي حد تاني غير فيك لانك لا تخزى منتظريك يا رب رنم معنا الكلمات Yeah.
أصل ده غنى عليه. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت جاي. اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، انت بترفع وانت جاي. اللي بيلجأ ليك مشغول بيا وشايل همي، على اسمك يا يسوع متسمي. ذبايح ترضي اتكال عليك يا سيد، اتكال عليك، ايوه انت بترفع وانت جاي. اتكال عليك يا سيد، اتكال بصوت واحد. اتكال عليك يا سيد، ايوه سمع نفسك، سمع يا سيد، انت بترفع الهك، انت بترفع وانت تقيل. اللي بيقولي احنا واقفين كده واحنا بنختم مع بعض. ارفع قلبك كده قدام الرب وقول له انا طالع من هنا وانا ايماني بيزيد فيك يا رب. بعد كل كلمه سمعتها واحنا بنختم، اوعى تطلع من غير ما تصلي الصلوه دي. قول يا رب انا طالع من هنا وانا واثق فيك. الحجايج والواقع اللي حواليا صعب، بس انا مليان بيك بالايمان انك هتصنع معايا امور عظيمه. ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشرير، لأننا كالملك والقوة والمجد من الأزل وإلى الأبد. يباركنا جميعا صلى الآب والاب والروح القدس، فلنمضي بسلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.